من الموضوعات الخبرية والمتابعات لأبرز أحداث اليوم، ما هنروح مع حضراتكم إلى موضوعنا الحواري الأول لهذه الليلة. القواعد الصارمة اللي بدأت مع تطبيق منظومة البناء الجديدة، ده عنوان بارز، لكن وراء هذا العنوان كان هناك آلاف وربما ملايين من المصريين بانتظار صدور هذه القواعد اللي هتنظم عملية العمران والبناء في مصر كلها، واللي بتضع الاشتراطات اللي الكل هيبني عليها. لأنه نتذكر كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي أكد فيه أنه ما فيش مخالفات في البناء بعد كده، لن يسمح بمخالفات في البناء بعد كده في مصر. وبالتالي هذه القواعد اللي بدأ بالفعل سريان تنفيذها في الوحدات المختصة في كل محافظات مصر من يوم الأحد الماضي، هي اللي المفروض ان احنا هنمشي عليها في الفترة القادمة ودون تجاوزات. طبعا وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في أبريل الماضي، فهيبدأ تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن اللي تم اختيارها للتطبيق التجريبي بداية من الأول من مايو ولمدة شهرين، وبالتالي الفترة التجريبية انتهت وهتبدأ باقي المدن من أول يوليو اللي هو من يوم الأحد اللي فات عشان كان فيه يوم أجازة، بيبدأ تطبيق هذا الموضوع بشكل أكيد وبشكل رسمي وقانوني ممتد. هنتكلم عن هذا الموضوع ونشوف رأي ضيفنا الكريم في الاستوديو لهذه الليلة للرأي والتعليق على هذا الموضوع، الدكتور مهندس حسين جمعة الخبير الدولي في مجال الإسكان ورئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية. أهلا وسهلا بك، نورتنا. اسمح لنا في البداية نشوف تقرير عن هذا الموضوع وبعده نفتح الحديث مباشرة مع حضرتك ونطرح بعض الهموم اللي بيتساءل عنها المواطن في هذا الموضوع. إلى التقرير. مع بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بالمراكز التكنولوجية في المحافظات، تكون الدولة المصرية قد بدأت تنفيذ ضوابط جديدة للعمران تحافظ على كرامة المواطن ومستقبله. المنظومة الجديدة تضمن ضبط العمران وحوكمة منظومة البناء ووقف فوضى التراخيص وتحقيق مصلحة المواطن وصولا إلى المصلحة العامة. الدولة سعت من خلال المنظومة الجديدة للتسهيل والتيسير على المواطنين، وهو ما ظهر في إجراءات التراخيص الجديدة بما يستهدف إيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها. الحكومة أكدت أن الهدف من المنظومة الجديدة هو الوصول إلى جودة الحياة للمواطن وتحسين شكل العمران بما يتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في الفترة الحالية. وللتسهيل على المواطنين قامت وزارة التنمية المحلية بتدريب 1400 من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارة الهندسية والجامعات على خطوات وشروط الحصول على تراخيص البناء الجديدة والتدريب على الإجابة على أسئلة المواطنين المتعلقة بالمنظومة الجديدة. وبموجب المنظومة الجديدة يحصل المواطن على ترخيص البناء بعد التقدم للمركز التكنولوجي بطلب مرفق به صورة البطاقة ورسم كروكي للموقع وجدول الإحداثيات، على أن يقوم المركز بإعداد الرفع المساحي للأرض ومعاينتها بواسطة جهة مساحية معتمدة، ثم إرسال الطلب إلى الجامعة المختصة لبيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعماري. دي بعض الملامح للاشتراطات الجديدة الخاصة بالبناء. وأول سؤال لحضرتك دكتور حسين، القواعد، في قواعد جديدة، في جهات جديدة هتدخل، في نظام ورقي ومستندي هيكون مختلف عما تعود عليه المقاولين وأصحاب الشركات الخاصة بالتطوير العقاري وحتى المواطن العادي اللي كان ليه ثمة خبرة يعني بهذا المجال. برأي حضرتك وتعليقك الأولي على الاختلاف ما بين الإجراءات الحالية واللي كان بيحصل سابقا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكركم اولا على الاستضافه. شكرا فندم. وبشكركم على تناول هذا الموضوع لان هو دلوقتي ده يعتبر موضوع الساعه. صحيح. طبعا الحراك العقاري اللي تم، يعني دي طبعا انا دايما بقولها، في خلال السبع سنوات اللي فاتت فعلا بدون مجامله يساوي تقريبا اضعاف اضعاف ما تم تنفيذه خلال 30 عام. المنظومه بقى عشان تبقى، يبقى احنا ماشيين بارليل مع الإنشاءات الجديدة
ومع اتباع التعليمات واتباع النسق المعمارية والطرز المعمارية المتميزة والكلام دوت، فكان يجب ان احنا نصيغ اشتراطات بنائية جديدة. تمام. دي اول حاجة. هذه الاشتراطات البنائية الجديدة محتاجة آلية للتنفيذ، فلو اتبعنا الآلية القديمة الاحياء وكلنا عارفين مشاكل الاحياء، كان مش يبقى احنا ما عملناش اي انجازات. فتم عمل مركز تكنولوجي. المركز التكنولوجي ده عباره عن نظام شباك واحد كالمتبع في جميع انحاء العالم. تمام. يعني المواطن بيتعامل مع شباك واحد اللي هو المركز التكنولوجي المنتشر على مستوى جميع المحافظات 27 او 28 مركز تكنولوجي. المواطن بيروح بيقدم رخصة، بيقدم صورة بطاقته، وبيقدم كروكي للأرض بتاعته، وبيتعامل بعد كده بيدفع رسوم الترخيص، وبعد كده الشباك بقى دوت أو المركز ده بيبتدي يفرع الطلب إلى عدة جهات متشعبة المواطن ملوش دعوة بيها خالص. تمام. هذه الجهات لمعلوماتنا، أول جهة اللي هي الجامعات. تمام. الجامعات اللي هي الجامعة الموجود فيها المنطقة أو الحيز العمراني اللي متقدم به المواطن للرخصة. تمام. الجامعات بتراعي، بتشوف الاشتراطات البنائية، بتشوف تطبيق الطراز المعماري، بتشوف تطبيق النسق الحضاري، بتشوف تطبيق الواجهات الموحدة. يبقى أنا كده خليت جهة علمية متخصصة اللي بتراجع الايه الاشتراطات. تمام. دي اول حاجة. تاني حاجة المركز التكنولوجي بيلجأ الى مكتب مساحي معتمد يرفع ما يسمى بالاحداثيات اللي هم الاربع نقاط بتوع الارض، ويتأكد ان الارض دي مظبوطة وملكيتها مظبوطة واحداثياتها مظبوطة. يبقى دي الجهة نمرة كام؟ نمرة 2. في بعض الجهات التانية اللي بيتجه اليها المركز التكنولوجي اللي هي مثلا الهيئة الهندسية. الهندسية هيئة رقابية، دي هيئة رقابية، وفي النهاية خالص بتطلع الرخصة من الهيئة الهندسية تبع مركز برضو المعلومات في الهيئة الهندسية. وانا كده فرعت الموضوع بحيث وقاش في يد شخص. طبعا علميا هذه الدورة يا فندم تاخد وقت قد ايه؟ القانون حددها ان هي لا تزيد عن 60 يوم باي حال من الاحوال. 60 يوم استلم الرخصة؟ تستلم رخصتك طالما ان انت مجهز اوراقك. يعني مثلا افرض انت، انا دلوقتي بقول لك 60 يوم ده اللي هو الحد الاقصى، افرض انت ورقك مش كامل ماليش دعوه بيك، لكن لو انت مثلا ورق العادي بتاعك مسجل بتاع الارض مسجل، الملكيه مقننه، تمام، مفيش عليك اي نزاعات، مفيش اي خلافات، مفيش تصالح، الكلام اللي انت عارفه كله دوت، الورق المواطن سليم، بيبقى بياخد كمان جدول زمني. يعني الرفع المساحي لا يتعدى 5-6 ايام. تمام. موافقة مثلا الجامعات 10 ايام، واخد بالك، وهكذا. بتتم بقى كمان داخل معانا في المنظومة نقابة المهندسين على اساس ان هي بتكون مسؤولة عن موضوع التقرير والكلام ده. المواطن ما بيروحش لوحده، لازم ياخد معاه مهندس او مكتب استشاري او بيت خبره، بيعمل له توكيل، هو اللي بيقوم له باعمال بقى اللي هي مثلا رسومات التصاميم، حاجه اسمها النوتة الحسابيه، اعمال الجسات، الكلام ده كله. يعني المواطن ما يروحش كده مع نفسه. طيب هل المواطن اللي بيبني، خلينا يعني نضع نفسنا مكان عموم الناس، ايوه، في اماكن يعني اماكن بسيطه في بلدنا والناس اللي بيبنوا فيها هم بسطاء، اهالينا من البسطاء، هل هو قادر على تحمل فكرة انه يذهب لمكتب استشاري عشان يروح معاه او مكان وما الى ذلك؟ السؤال ده جميل جدا، والقانون في الاول خالص اول ما طلع قال لك مكتب استشاري. طبعا المكتب الاستشاري ده يعني حاجة تبدو تكلفة يعني عالية جدا. نعم. لا، تكلفة عالية جدا، واخد بالك، فلما عشان الناس البسطاء اللي حضرتك بتقول عليهم، القانون قال لك يا اما مهندس استشاري يا اما مكتب استشاري يا اما بيت خبره حسب حجم المشروع. يعني عندي مثلا ارض مثلا 175 متر مش هقدر اروح مكتب استشاري، لكن لو عندي ارض 105 مثلا، عندي 4200 متر، لازم اروح لمكتب متخصص. فهنا حتى كمان القانون هنا او الاشتراطات قالت عندي مساحتين، عندي اقل مساحه 175 متر واكثر مساحه 4200 متر.
يعني دي الاشتراطات اللي احنا بنتكلم عليها، والاشتراطات برضو شامله الارتفاعات وشامله عرض الشارع وشامله الردود. الموضوع ده كمان في بعض شويه الاختلاف بين الناس لانه لسه الموضوع جديد. يعني مثلا الشارع كنا دايما بنقول يعني في الاشتراطات بالظبط. دلوقتي اللي انا فاهمه من هذا الموضوع انه مثلا الشارع لحد 8 متر بيسمح بارتفاع معين. ثم من 8 ل 10 متر بارتفاع اخر. كويس. حتى الناس اختلفت عن نقطه بسيطه جدا. طب هو اقل من 8 متر ولا 8 متر؟ يعني الشارع ال 8 متر وده حاله شائعه في احياء كتير في مصر. الشارع ال 8 متر تحديدا هيطبق عليه ارتفاع قد ايه مثلا؟ التمانية متر بيبقى دور أرض ودورين. التمانية متر. رغم إن القانون بيقول أقل من 8 أمتار والمن تمانية من تمانية لعشرة. بالظبط. أرض وتلاتة. طب ما هو من تمانية لعشرة ما هو تمانية متر. يعني الشارع التمانية متر تحديدا. تمانية. بص حياتي. القانون واضح. تمانية متر. تمام. واحد أرضي زاد اتنين. تمام. من تمانية لعشرة. طبعا واحد يقول لي تمانية ونص. طب تمانية ونص مش هينفع دور تالت. فاهم ازاي؟ 8 ونص برضه هينطبق عليه اللي هو من 8، لكن 10 متر يبقى ما عندي ارضي وثلاثه. اصل حتى فكره انه اقل من يبقى مش 8 متر، اقل من 8 متر او اقل من 10 متر يبقى ال 10 متر مش في الفئه دي. لا هو قال القانون قال لك من 8 متر مش اقل من، من 8 متر، من 8 مثلا وبعدين 10 وبعدين 12. 1 زائد 2، 1 زائد 3، 1 زائد 4 وده الحد الاقصى. ما عدا الشوارع الرئيسية. ودي سلطة المحافظ. القانون برضو ادى هنا ميزة جميلة، ادى للمحافظ سلطات وادى للمختصين في الاحياء سلطات ان هو ممكن يبقى فيه مرونة. يعني شارع كبير مثلا عرضه 30-40 متر. نعم. طب مش هينفع اعمل له ارضي وثلاثه. طيب في 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 الملكيات الصغيره اللي هي اقل من 175 متر سيسمح بالبناء على 100% من بالظبط كده، لكن اكتر من 175 متر يبني على 70%. 70% عشان الفراغات. طيب. والمسافات البينيه. صح. طب انا بقى اسالك سؤال. اتفضل. انا عندي ارض 130 متر اعمل ايه؟ الدوله تشتريها وتعوضها لك. ازاي؟ يعني عندي ارض 130 متر لا هي 175 ولا هي حاجه ولا هقدر اعمل فيها حاجه. فالدوله هنا بتشتريها بتعملها خدمات، تعملها باركينج، تعملها كذا. طب ما هو في مساحات صغيره في اماكن ريفيه واماكن بالدوله بتشتريها بتعملها خدمات، بتعملها مستشفى، بتعملها حديقه، بتعملها باركينج. فاهم قصدي ازاي؟ يعني برضو ايه، لان انا النهارده مثلا وارث على ابويا مثلا ارض 100 متر تقولي لا مش هبنيها لك. لا ما انت مش هبنيها، لان ما انا عندي الحد الادنى 175، الدوله هنا بتقيمها لي وتعوضها لي. هو الحد الادنى لانها ارض تتبني 175 متر مربع. 175 متر مربع. يعني اقل من 175 لا متر لا مربع. لا. في كل في اي مكان في من مصر، اي مكان. بس هذه الاشتراطات، هذه الاشتراطات لا تنطبق على الريف. طب مفهوم حضرتك للريف اللي هو ايه؟ قرى. الريف اللي هي القرى، القرى اللي هي خارج المدن. يعني مثلا مثلا المنطقه مثلا تبع الاليوبيه، قريه تبع الاليوبيه، واخد بالك؟ دي طب هو في اماكن يعني تكاد تكون بنفس النمط لكن هي داخل حيز مدن. بص الاحوزه العمرانيه بينطبق عليها هذا الكلام في المدينه، لكن في القرى، القرى لا القرى ولا المشاريع القوميه ولا مشاريع الجيش ولا الـ الاراضي اللي تبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشاريع اللي هي تبع الجيش لا ينطبق عليها الاشتراطات بتاعة اللي احنا اتكلمنا عليها دي. طيب بما ان المسألة ككل جديدة علينا، ازاي المواطن يعرف مثلا لو بيمتلك قطعة ارض، ازاي المواطن يعرف انا موقفي ايه؟ هل دي ارض مش هينفع تبني خلاص فهتتحول الى خدمات فالدولة تشتري؟ برافو عليك. سؤال جميل جدا. انا عندي حتة ارض مثلا في الريف، بلاش في القاهرة، تمام، وعايز اشوف الارض دي نظامها ايه. ما ممكن الارض دي تكون خارج الاحوزه العمرانيه، يبقى كانك ابو زيد مغازيل اللي هي كردون المباني. اللي هو كردون المباني. وطبعا احنا يعني في 27 محافظه جاري دلوقتي عمل الحيز العمراني الجديد. للاسف لغايه دلوقتي ما اتعملش حيز عمراني اكتر من حوالي 8 او 9 قرى، يمكن في كفر الشيخ وبعض الاماكن كده، فاهم؟ لكن المواطن النهارده
واخد بالك؟ ما احنا برضه هنقول توصيات في الاخر. صحيح. المواطن النهارده بياخد الصك الملكيه زي ما بيقولوا في السعوديه او عقد الملكيه. نعم. وبيروح الحي يا جماعه والله او المركز التكنولوجي والله يا جماعه يكشفوا له لا دي تبع الحيز العمراني دي لسه ما اقدرش اقول لك. فاللي عنده اي استفسار بيتعامل. طب والقطع نعم. اللي كانت داخله في الاحوزه العمرانيه سابقا خلاص يعني ما تم ما فيش خلاص في تصوير جوي و و و اللي داخل احوزه عمرانيه ما عنديش مشاكل معاه. انا بتكلم على كله على التعديات وعلى الاراضي اللي لسه ما مش معتبره داخل كردون المباني. احنا بنوسع شويه عشان نفك الايه الرابطه اللي فيها الناس والزنقه اللي فيها الناس. تمام. انما اللي كان سابقا داخل كردون المباني خلاص بيتعامل طبقا للاشتراطات ما عدا ما عدا الكوره برضه الكوره لا ينطبق عليها. تمام. واللي هم داخل الاحوزه العمرانيه كانوا في الاحوزه العمرانيه سابقا هيطبق عليهم بقى فكره الارتفاعات وفكره اذا احوزه عمرانيه داخل المحافظه مش في قرى المحافظه. نعم. اوكي. يعني مثلا بنها مثلا مدينه بنها زي القاهره واحلى كمان. لكن مثلا كفر الجزار وورورة الحتت اللي هي جوه دي لا مش هيطبق عليها لان دي مناطق تعتبر يعني كرويه لا ينطبق عليها. لكن ممكن تلاقي الناحيه الثانيه ينطبق عليها. طيب يبقى اذا الحل الامثل للمواطن عشان يعرف حقه يروح لو الحي. يروح الحي يروح المركز التكنولوجي يسال واخد بالك. انا من هذا البرنامج بقول يا جماعه والله يا ريت نعمل خطوط ساخنه مختصره واخد بالك بحيث ان انا مثلا والله انا عندي قطعه طرد رقم كذا 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 تمام وبسال عليها هيقول له مثلا طب ابعت لي صوره العقد على الواتس او ابعت لي كذا ويرد عليه. لان احنا عايزين نستخدم بقى التكنولوجيا الجديده حتى التقديم. انا برضو بقترح على من هذا البرنامج ان التقديم على التراخيص ها عشان ما يبقاش في تكدس في المراكز التكنولوجيه. تمام. ليه ما اعملش يعني انا في ابو ظبي البلديه مديه مكاتب وكالات ليها بحيث ان انا اروح اقدم في المكتب. تمام. زي ايه بقى؟ زي مكاتب الخدمات الحكوميه. نعم. طب ليه انا كله رايح على يعني انا عندي مثلا 100 مليون شخص وعندي 30 40 مركز 100 مركز تكنولوجي مش كفايه. فالمفروض يبقى فيه يعني مكاتب معتمدة زي المكاتب الخدمات ما انا النهارده بروح بطلع بطاقتي وباسبوري من مكتب خدمات حكوميه. طب ما انا اروح اقدم برضه ده كمان ده الحل ده اللي هو يعني مش هو اللي انا بقترحه قوي لا انا عايز يبقى من خلال النت. طيب لازم برضه نسال حضرتك بحكم الخبره يعني المواطن اللي نفرض انه حي هذا الحي يعني ليكن هذا المكتب بس او هذه الترابيزه ده حي الناس كانت متعوده انه قطع الاراضي اللي بتتبني في الحي بتطلع مثلا ارضي واربعه او ارضي وخمسه ايوه فجاه طبقا للاشتراطات الجديده هيجدوا ان قطع الاراضي اللي باقيه هتطلع ارضي واثنين. في الحاله دي هيحصل نوع يعني مش عايز اقول منع او رفض هيحصل نوع من ال غبن يحس بالغبن يعني ان هو عنده ان هو كان داخل على شار الارض ديت على اساس وبعدين لقى دي الحالات دي قدامي كتير قوي. والنقطه الثانيه انه ده هيساهم في شويه ممكن يزود الاسعار ممكن الناس اللي باديه على الاشتراطات القديمه لانه يعلم ان جاره اللي جنبه اللي لسه ما بناش مش هيقدر يبني هذه الارتفاعات فبالتالي هيحصل اقبال على العقارات المبنيه بالفعل وده ممكن شويه يزود الاسعار. بص اقول لك بالنسبه للاسعار في ميزان. ايه هو الميزان؟ اللي هي حاجه اسمها القيمه السوقيه. نعم. النهارده العميل او المشتري ذكي. تمام؟ انا ما يهمنيش انت تبع مين ولا قانون قديم ولا جديد ولا انا ليا سعر ومساحه وجوده. واخد بالك؟ بس هو في ناس اشترت يعني انا اعرف ناس اشترت ارض مثلا ب 10 مليون على اساس هيعمل ارضي ومثلا 10 ادوار. النهارده بقى ارضي واربعه. فتضاعفت ايه؟ تضاعفت قيمة الارض او قيمة عليه. ما يخص المبنى من الارض. صحيح. فدي بنعمل لها احنا دراسات بقى بحيث ايه ان احنا مثلا ممكن بنعمل لها لو مسموح مثلا ان هذه الارض تعمل فيها حاجة تجارية مستشفى مدرسة بحيث تعوض الايه الفرق ده.
ده لو الشروطات سمحت بذلك، لكن في النهايه ما بين ايدينا هو الموجود في الاشتراطات والارتفاعات. انت كسبت كتير وما قلتلكش حاجه. لما اجي دلوقتي اظبط الدنيا معاك ما تزعلش مني، من سابق بقالي 30 سنه بتعمل يمين وشمال وبتبني وبتبيع، ودلوقتي انا خلاص يعني هو النهارده اللي عنده حته ارض دوت، ما كان عنده 40 حته وكسب فيها، النهارده انا عشان بقنن لا المرافق تكفي ولا الشوارع تكفي. نعم. ولا اي حاجه، فاحنا هذا الكلام لمصلحه المواطن. دكتور، لو تضع يعني عدد من التوصيات حضرتك تراها مطلوبه في هذا التوقيت، ربما لدينا دقيقه. والله انا اللي جايبني النهارده هذه الجزئيه بصراحه. ليه بقى؟ يعني النهارده احنا قاعدين نطلع اشتراطات وقاعدين نطلع قوانين ونطلع حاجات، وصلب الموضوع الاساسي اللي احنا بنعاني منه في مصر هو موضوع الحريق، موضوع الكوارث. ما شفتش في الاشتراطات اي شيء بيتكلم على هذا الموضوع. يعني مراجعه الاشتراطات فيما يخص الامان الصناعي، كود الحريق لازم يتطبق. يعني انا فوجئت امبارح ان في اتفاقيه ما بين وزاره الاتصالات وما بين المركز القومي لبحوث البناء والسكان ان هم في الاشتراطات الجديده يحطوا اشتراطات لكابل النت. نعم. طب وانت بتتكلم على كابل النت وسايب الحريق ازاي؟ المفروض حضرتك لو رحت ان شاء الله، يعني اكيد رحت دبي ورحت ما فيش حاجه اسمها في فاير ارار، فاير سيستم، فاير فايتنج. ربما دي اهم التوصيات. دي اهم حاجه عندي دلوقتي هي موضوع التوصيات. الحاجه الثانيه انا عندي دلوقتي احنا مأجلين الشهر العقاري سنتين ونص، وطالب دلوقتي انت كل الناس يبقوا مسجله. نعم. طب انا هسجل منين وانت؟ يبقى لازم نسرع في منظومه يعني الشهر. نعم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور مهندس حسين جمعه، الخبير الدولي في مجال الاسكان ورئيس جمعيه الحفاظ على الثروه العقاريه، شكرا جزيلا لحضرتك. الى موجز الانباء واخر الانباء مع زميلتي امل نعمان، وبعده من القاهره مستمره مع حضراتكم، فابقوا معنا.